أهلا بكم. توقع خبراء الأرصاد الجوية تعرض البلاد لأمطار غزيرة تتكون على إثرها السيول تبدأ من يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء. ولتسليط الضوء على الحالة الجوية المتوقعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة خبير الأرصاد الجوية جمال إبراهيم. أهلا بك معنا. أهلا بك. هلا والله. هناك توقعات بتعرض البلاد لأمطار غزيرة تتشكل على إثرها السيول، ما مدى صحة هذه التوقعات؟ طبعا راح تمر البلاد منخفض، بدأ المنخفض عندنا ورياح قوية شرقية حاليا، عادة تمر عليها منخفضات الشتاء من ناحية الغرب للشرق مرور منخفض. المنخفض إذا كان ضعيف تكون بعض الغيوم ورياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، إذا كان منخفض متوسط شوية أو مو عميق وايد تكون بعض الأمطار متفرغة ورياح جنوبية شرقية خفيفة المعتدلة، ولكن إذا كان المنخفض متعمق تكثر الأمطار ورياح تشتد تكون سرعتها من 20 إلى 40 أو 45 كيلومتر بالساعة. فالمنخفض اللي راح يأتينا أو موجود حاليا راح يتعمق حركة ناحية الشرق، الرياح ابتداء من بكرة تكون سرعتها من 10 إلى 35 كيلو، يومي الاثنين الثلاثاء رياح جنوبية شرقية تكون سرعتها من 20 إلى 45 كيلو، قد تصل إلى 50 كيلو، وفي أمطار وقد تكون أمطار رعدية متفرقة. ولكن الواتساب والشغلات اللي وصلت للتويتر خلال اليومين الماضيين انه منخفض عميق وامطار وسيول، ان شاء الله مجاري مياه الامطار تكون سالكه، اذا كانت سالكه مهما تكون كميه الامطار فما راح يصير عندنا غرقه ولا سيول، فراح تكون ان شاء الله امطار عاديه امطار بشكل سنتين، قد تكون امطار غزيره بدايه النهار يوم الاثنين او منتصف الاثنين وتستمر ويانا الليل يوم الثلاثاء. نعم، وهل ستستمر فقط الى يوم الثلاثاء ام انها ستستمر ايضا في ايام لاحقه؟ والله اتوقع انا بس يومي الاثنين والثلاثاء، بس نحب نوصل العالم ان يتاكدون اسطح المنازل اللي تكون فاضيه ومرازيم المياه تكون مفتوحه للمياه عشان لا يصير عندهم ماي ويصير عندهم ليك في اسطح المنازل، وعدم السرعه بالشوارع خاصه الطرقات لما تكون مبلوله تكون الطرقات زلقه، فتوخي الحيطه والحذر والثياب. خبير الارصاد الجويه جمال ابراهيم، شكرا جزيلا لك.